السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم تربية الكتاكيت والسمان. سنشرح في هذا الفيديو كيفية ضبط جهاز الرطوبة. أولا سنضغط على P لمدة قصيرة إلى أن تتغير الشاشة. بعد ذلك سنضغط على S كما ترون هنا P، سنحولها إلى H ونقوم بالضغط على P مرة أخرى لمدة قصيرة، وهنا قمنا بتعديلها. الآن سنضغط على الاس وسنقوم بضبط الرطوبة التي نريدها أو التي نريد أن نضعها في الفقاسة. سنقوم بوضع 70، ثم نقوم بالضغط على الاس لمدة قصيرة، وهنا قد اشتغلت. لدينا الرطوبة 65.8 ونحن طلبنا منها 70. الآن سنقوم بتخفيض درجة الرطوبة. سنقوم بالضغط على الاس وسننزلها إلى 50، ثم سنقوم بالضغط على الاس لمدة قصيرة وهكذا تنطفئ. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر. السلام عليكم.